أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة من أحاديث كتاب الكافي الشريف. الحديث الحادي عشر عن ابن قيامة الواسطي وكان من الواقفة قال دخلت على علي بن موسى الرضا عليه السلام فقلت له يكون إمامان قال لا إلا وأحدهما صامت فقلت له هو ذا أنت ليس لك صامت، ولم يكن ولد له أبو جعفر بعده، فقال لي والله ليجعلن الله مني ما يثبت به الحق وأهله، ويمحق به الباطل وأهله، فولد له بعد سنة أبو جعفر، فقيل لابن قيامة: ألا تقنعك هذه الآية؟ فقال اما والله انها لايه عظيمه ولكن كيف اصنع بما قال ابو عبد الله عليه السلام في ابنه؟ ذكرنا في الحلقه الماضيه ان علم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى ولكن الله سبحانه وتعالى شاء ان يخبر بغيبه او بمقدار من غيبه لمن شاء من اوليائه. في سوره الجن يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. وقال سبحانه وتعالى في سوره البقره: ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. والله سبحانه وتعالى علم رسوله ما شاء. والرسول علم الائمه عليهم الصلاه والسلام تلك العلوم التي علمها الله سبحانه وتعالى منها علم الشريعه ومنها علم ما كان وما يكون وما هو كائن ومنها غير ذلك. والمعاجز مختلفه والادله ايضا مختلفه والانبياء والائمه عليهم الصلاه والسلام اضافه الى الادله العامه التي تدل على نبوتهم او امامتهم كانوا احيانا بحسب حال الشخص الذي يلتقي بهم يظهرون له ادله ليهتدي أو لتتم الحجة عليه ولذلك معاجز الأنبياء ولا إبما تارة هي معاجز عامة وتارة هي أمور خاصة حسب المصلحة وحسب الحكمة ومن باب كلم الناس على قدر عقولهم أحيانا كانوا ينظرون إلى شخص يريد الله أن يهديه، أو يريد الله أن يتم عليه الحجة، فكانوا يظهرون له أمرا خاصا به، سواء من أمور خارقة للعادة، أو من إخبار بالمغيبات التي أخبرهم الله سبحانه وتعالى بها. عن طريق رسوله محمد صلى الله عليه واله. هذا الحديث نذكر شيء مختصر حوله، وهو ان الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام كان مسجونا فتكدست بعض الاموال المتعلقة بالإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، عند بعض الأشخاص ما كانوا يتمكنون من إيصالها إلى الإمام لأنه كان في السجن، وكانوا ينتظرون إطلاق سراحه لكي يسلموه تلك الأموال، فلما أستشهد الإمام الكاظم في السجن طمع بعض هؤلاء في هذه المال التي في بعض هذه الاموال التي تكدست في ايديهم ولكي ياكلوا هذه الاموال ويحتفظوا بها لانفسهم انكروا امامه الامام الرضا عليه الصلاه والسلام وقالوا بان الامام الكاظم حي وانه هو المهدي وانه غاب يعني أحاديث الرسول حول الإمام المهدي وحول غيبته طبقوها على الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، لكي يستولوا على هذه الأموال، منهم زياد القندي ومنهم علي بن أبي حمزة البطائني ومنهم غيرهما من أشخاص متعددين، ووضعوا أحاديث على لسان الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أو استغلوا بعض الأحاديث الصحيحة فأولوها تأويلا باطلا شلون القرآن الكريم البعض أولا تأويل باطل في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. الى اخر الايه الشريفه. كذلك احاديث الرسول صلى الله عليه واله والائمه عليهم الصلاه والسلام احيانا ياتي شخص ويؤول هذه الاحاديث تاويلا باطلا لاجل ابتغاء الفتنه. او لغرض مادي دنيوي او لاي غرض اخر والذي زاد الامتحان على الخلق وزاد الفتنه بينهم ان الامام الرضا عليه الصلاه والسلام لم يكن له ولد الواقفه كانوا يقولون انتم تقولون انتم تقولون بان الائمه اثنا عشر كلهم من قريش زين اذا الامام الرضا من الأئمة الاثنى عشر هو الثامن منهم وما إلى أولاد فيصيرون الأئمة ثمانية فكيف يكون إماما ولا ولد له ومن استشهاد الإمام الكاظم إلى عشر سنوات بعد الاستشهاد الإمام الرضا ليس له ولد. فهذا مما قوى فتنة الواقفة. والله سبحانه وتعالى يمتحن الخلق. موسى عليه الصلاة والسلام خاطب الله سبحانه وتعالى وقال: إن هي إلا فتنتك. الله سبحانه وتعالى يفتتن الناس. يمتحن الناس. وصور الامتحان مختلفة، تارة يمتحنهم بالشدة، تارة يمتحنهم بالرخاء، تارة يمتحنهم في عقائدهم، يمتحنهم في احكامهم وما الى ذلك. والامتحان كان في زمن الامام الرضا عليه الصلاة والسلام بفتنة الواقفة، وسقط فيها كثيرون. ولكن الله سبحانه وتعالى هدى البعض منهم من الذين كانوا يريدون الهداية من الذين أساح من الذين احسنوا لكنهم انخدعوا، فالله سبحانه وتعالى هداهم وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون على كل حال فهذه فتنة كانت وضعاف الإيمان تتزلزل قلوبهم في الفتن والمنافقون وأصحاب الفتنة يستغلون هذه الفتن لإثبات باطلهم كانوا يأتون إلى الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أحيانا يطعنون أحيانا يستفسرون أحيانا يستهزئون من جملتهم من جملتهم ابن قيامة الواسطي وكان واقفيا هذا إجا إلى الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام حدود بعد تسع سنوات من إمامته واستشهاد الإمام الكاظم وقال له يكون إمامان في عرض واحد نبيان يمكن موسى نبي هارون أيضا نبي إبراهيم نبي لوط عليهم الصلاة والسلام أيضا نبي نبيان في عرض واحد يمكن عيسى نبي يحيى نبي مثلا لكن هل يكونان هل يكون إمامان في عرض واحد الجواب أحدهما صامت نعم يمكن يعني أمير المؤمنين إمام والحسن والحسين وزين العابدين عليهم الصلاة والسلام كانوا في زمن أمير المؤمنين لأن الإمام زين العابدين ولد في السنة الثامنة والثلاثين من الهجرة في أواخر حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام هل هما أئمة؟ هل هم أئمة؟ نعم أئمة لان الامام خلقه الله اماما في عالم الذر امام وقبل عالم الذر امام لان الله سبحانه وتعالى خلقهم اشباح نور حول عرشه وهذه احاديث مفصله ان شاء الله ستاتي لاحقا فعلى كل حال هو امام قبل ان ينزل الى هذا العالم ومن حين ولادته امام لكن الامام الناطق الذي يدعو الناس الى نفسه ويتصدى للامر هو واحد فالامام الحسن والامام الحسين كانا صامتين في زمن الامام امير المؤمنين يعني الرئاسه والامر والنهي بيد امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام وهكذا أمير المؤمنين في زمن رسول الله صلى الله عليه واله، أمير المؤمنين إمام، لكنه صامت، يعني الأمر والنهي لرسول الله صلى الله عليه واله في كل شيء. وأمير المؤمنين تابع له. قلت له يكون إمامان؟ قال لا، إلا وأحدهما صامت، يعني لا يدعو لنفسه وإنما يدعو.. للإمام الناطق والأمر والنهي يكون للإمام الناطق فقلت له هو ذا أنت ليس لك صامت ولم يكن ولد له أبو جعفر بعد هذا كلامه من باب الطعن كان يطعن في الإمام الرضا عليه السلام أنت الآن تدعي الإمامة ليس لك إمام صامت يخلفك من بعدك ولم يكن ولد له أبو جعفر بعده يعني الإمام الجواد ما كان قد ولد لأنه كما ذكرنا ولادة الإمام الجواد كانت بعد أكثر من عشر سنوات من استشهاد الإمام الكاظم حينما بلغ عمر الإمام الرضا حوالي الخمسة والأربعين عاماً بس واحد يسال لماذا الله سبحانه وتعالى فعل ذلك؟ شنو المشكله؟ الله سبحانه وتعالى كان يرزق الامام الرضا ذريه في بدايه شبابه مثلا، كما صار بالنسبه الى سائر الائمه. قلنا انه امتحان للخلق وقد صنع الله سبحانه وتعالى مثل هذا ببعض انبيائه السابقين. او بالنسبه الى ابراهيم عليه الصلاه والسلام. ابراهيم ايضا ولد له إسماعيل ومن بعد إسماعيل إسحاق وقد بلغ من العمر عتية الله سبحانه وتعالى ما أجراه على أنبيائه أحيانا يجريه على الأئمة عليهم الصلاة والسلام وله الأمر ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون فقال لي والله يعني الإمام الرضا حلف جازما ليجعلن الله مني ما يثبت به الحق واهله. يعني سيكون لي ولد، لكن لازم تنتظر. ويمحق به الباطل واهله. فولد له بعد سنه ابو جعفر. من هذا الكلام بعد سنه. وطبعا لعله من فوائد هذا الامر ان الله سبحانه وتعالى ابطل دين الواقفه بهذه الولاده المتاخره. لماذا لانه استغلوا هذه النقطه وجعلوها الحجر الاساس في دعوتهم فلما ولد الامام الجواد هذا حجر الاساس اللي كانوا سنوات مركزين في اذهان الناس وفي اذهان اتباعهم هذا الحجر الاساس انهار ولذلك كثير من الناس رجعوا عن وقفهم وهداهم الله سبحانه وتعالى. فقيل لابن قيامه: الا تقنعك هذه الايه؟ ابن قيامه بقي واقفيا لان الله سبحانه وتعالى كان قد طبع على قلبه وعاند، البعض هكذا يعاند حتى يروا العذاب الاليم. ولذا بعض اهل جهنم الذين كانوا في الدنيا يقولون للمعاجز انها سحر، يقال لهم: افسحر هذا؟ هسه انت الان تحترق في جهنم هذا السحر ايضا. فقيل لابن قيامه الا تقنعك هذه الايه؟ فقال: اما والله انها لايه عظيمه. ولكن كيف اصنع بما قال ابو عبد الله عليه السلام في ابنه؟ يعني هنا أنا اجى يبرر بقاء على الوقف بامر اخر الامر الاخر شنو هو لانه اهل الباطل هم يجي يقول اني باطل وانما حينما يعاند ياتي بالغث والسمين ليستدل على صحه ما هو عليه الواقفه هذا لا بأس ان نذكره ايضا الواقفه ماذا فعلوا الواقفه من جمله الاشياء التي صنعوها لاجل اثبات مذهبهم الباطل لانه اهل المذهب الباطل هم يجي يقول انا باطل وكلامهم بدون دليل ظاهري لا يلقيه للناس لان الناس يطلبون الدليل فيأتي بشبهة، يعني كلام باطل يشبه الحق، أو يخلط الحق بالباطل أحياناً، يعني يجيب شيء حق، الناس ينظرون إلى هذا الحق، يشوفون كلام صحيح، فيخلط الباطل بالحق، لمَ تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق؟ يعني ذولا شنو يسوون يجيب حق يخلط بباطل حتى الحق الأساسي يكتمه اليهود الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله هؤلاء كان في كلامهم شيء من الحق لأن التوراة قسم منها وصلت إليهم والتحريف لم يطلها بكلها بقسم منها فقسم منها حق كان فكانوا يظهرون ذلك الحق ويكتمون الحق الذي يرتبط برسول الله محمد صلى الله عليه وآله ويخلطونه بباطل مما حرفوه مما كتبوه ليشتروا به ثمنا قليلا نفس الحالة بالنسبة إلى الواقفة لأن علي بن أبي حمزة البطائني اجتمع عنده عشرة آلاف دينار يعني عشرة آلاف ليرة ذهبية وزياد القندي كذلك وعثمان ابن عيسى الرواسي أو الرواسي كذلك وبعضهم اجتمع عنده سبعون ألف دينار لأن فترة اعتقال الإمام الكاظم طالت وبعضهم اجتمع عنده جواري وغير جواري هذا عثمان بن عيسى الرواسي الإمام الرضا كتب له بأنه ما عندك من أموال موسى بن جعفر سلمها، فكتب أنه أما الجواري فقد نكحت، وأما الأموال فقد أكلت، مضمون كلامه، إلا أن عثمان بن عيسى الرواسي تاب بعد ذلك حسب ما في بعض الروايات، فرد الأموال إلى الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام واستغفر، يعني اذا واحد يتوب الله سبحانه وتعالى تواب رحيم. لكن علي بن ابي حمزه لم يتب ومات في زمن الامام الرضا عليه الصلاه والسلام، وفي الحديث ان الامام الرضا كان في مرو كان وليا للعهد، كان في مرو يقول الراوي فقال لنا ان علي بن ابي حمزه البطاني قد مات، يقول احنا هم سجلنا سجلنا الزمان وبعد فتره جاء خبر موت علي بن ابي حمزه في ذلك اليوم الذي اخبرنا به الامام الرضا عليه الصلاه والسلام فقال الامام الرضا ان علي بن ابي حمزه قد مات وقد وضعوه في قبره هذا مضمون كلام الامام فجاءه الملكان وسألاه عن ربه، لأنه الإنسان حينما يوضع في قبره يأتيه ملكان نكير ومنكر ويسألانه عن الاعتقاد. فإن كان مؤمنا عاملا بالصالحات كان قبره روضة من رياض الجنة، وإن كان كافرا أو منافقا أو فاسقا غلبت أعماله السيئة اعماله الحسنه يعذب في قبره كان قبره حفره من حفر النيران فساله عن ربك زين جاوب لا الله ربي لانه هو كان يعتقد بالله وكان موحدا كان مسلما ساله عن النبي اجاب ساله عن الائمه اجاب واحدا بعد واحد الى ان وصل الى الامام الكاظم سأله ومن بعد الامام الكاظم فتلجلج وما كان يدعو إلى الإمام الرضا وكان ينكر إمامة الإمام الرضا فالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول أن هذا تلجلج في الجواب فضرباه بمرزبة من نار امتلأ قبره نارا إلى يوم القيامة هذا علي بن أبي حمزة علي بن أبي حمزة البطائني هو إنسان في زمن الإمام الكاظم كان مستقيما ما كان أكو علي مشكلة كان مؤمنا متدينا صادقا ثقة صاحب كتاب وكتابه كان معتمدا لكن انحرف بعد ذلك مو كل إنسان منحرف من الأول منحرف لا أكو ناس حقيقة هو مؤمن صادق لكن ينحرف كما انه بالعكس يمكن تشوف انسان كافر فاسق كاذب يتوب الى الله سبحانه وتعالى فيؤمن ويصدق كما في العكس ولذا علي بن ابي حمزه كتابه الذي الفه في زمن الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام او في زمن الامام الصادق كتابه كان معتمدا لانه في فتره استقامته لذا أحاديث التي في ذلك الكتاب ورواها احاديث معتبره لكن انحرف بعد ذلك زين هو لمن اختلق دين الواقفة مع جماعته اضطر انه يأيد هذا الدين زين شلون يأيد هذا الدين الطريقة الاولى اختلاق الاحاديث يختلق احاديث هو او ربعة لاثبات هذا الدين الجديد هذه الطريقة الاولى الطريقة الثانية الأحاديث الموجودة الصحيحة يجي أولها تأويل باطل وكلا الطريقتين هذول جماعة الواقفة استعملاها مو فقط جماعة الواقفة في طول تاريخ الإسلام والمسلمين الفرق المنحرفة هكذا كان دأبهم حتى أن البعض في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله في زمنه نسب اليه كلاما باطلا وافترى عليه والحديث المعروف ان رسول الله صلى الله عليه واله قال قد كثرت علي الكذابه او الكذابه يعني الجماعه التي تكذب كثرت علي وبعد رحيل الرسول صلى الله عليه واله بعد السلاطين الجائرين ووعاظ السلاطين هؤلاء حسب مزاج السلطان وحسب المصلحة كانوا يضعون الاحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه واله، ومهمة الائمة عليهم الصلاة والسلام او من مهامهم كان تبيين الحق من الباطل، حتى لا يختلط الامر على الناس الاجيال القادمة ليبقى الحق وتبقى حجة الله سبحانه وتعالى على الخلق وضعوا قواعد إضافة إلى ما بينوه اللي يوافق القرآن هذا معتبر، واللي يخالف القرآن فاضرب به عرض الحائط. اللي يوافق السنة الصحيحة المتواترة الثابتة هذا اقبله، واللي يخالف السنة الصحيحة المتواترة هذا اضرب به عرض الحائط. وهكذا أنه أنت ترجع إلى الإمام الموجود يبين لك الحق من الباطل الأئمة كانوا يبينون الحق من الباطل حتى إذا واحد إجا وضع حديث على لسان أمير المؤمنين مثلا على لسان الأئمة السابقين كان الأئمة اللاحقون يصححون الصحيح ويبطلون الباطل يعني مثلا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لأنه في فترة بين بني أمية وبني بني العباس شوية أخذ حريته وكثر تلاميذه وكثرت أحاديثه وفي الوقت نفسه أكو ناس من الغلاة ومن غيرهم جاءوا ونسبوا كلاما باطلا إلى الإمام الصادق ودسوا في الأحاديث الأئمة اللي بعد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام جاءوا وصححوا الأحاديث الصحيحة وأبطلوا الأحاديث الباطلة زين من الأشياء التي وضعها الواقفة أحاديث باطلة في أن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام هو المهدي الذي يخرج والذي يغيب والذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وكذلك أول أحاديث صحيحة عن الإمام الصادق اللي هي حول الإمام المهدي طبقوها على الإمام الكاظم أو هي أحاديث حول الإمام الكاظم لكنها لا ترتبط بأنه هو المهدي لكن أولوها تأويل أن هاي الأحاديث يراد بها أنه هو المهدي زين ابن قيامة قيل له إنك شاهدت هذه الآية الإمام الرضا أخبرك بأمر اللي هو كان مقطوع العدم يعني واحد عمره 45 سنة ومن زمان متزوج وليس له أولاد والجميع يتصور أنه عقيم هو بضرس قاطع يقول أن الله سبحانه وتعالى سيرزقني ولدا والله بالفعل رزق ولد ماذا تقول في هذه الآية هو قال هاي آية عظيمة لكن ماذا أصنع بما قاله أبو عبد الله في ابنه الإمام الكاظم أبو عبد الله يعني الإمام الصادق عليه السلام ولكن أي كيف أصنع بما قاله أبو عبد الله في ابنه زين ما قاله ابو عبد الله في ابن انت ما على لان ابن قيامه لم يكن قد سمع ادرك الامام الصادق عليه الصلاه والسلام. انت لم تدركه، لم تسمع منه. هؤلاء الناس وضعوا الاحاديث والقرائن داله على انهم وضعوها. والاحاديث الصحيحه الثابته لا تدل على ما يقولون. شويه حكم عقلك حتى تصل إلى النتيجة مثل اليهود اللي في زمان الرسول حرفوا في التوراة شافوا أوصاف الرسول مذكورة في التوراة حذفوها جابوا أوصاف تخالف الأوصاف التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وكتبوا أنه هذا بعد خمسمائة سنة من هذا التاريخ يأتي وهو أشقر أبيض مثلا مع أن الرسول صلى الله عليه وآله كان أسمر مثلا اسود الشعر فحرفوا بعدين عندما يشوفون المعاجز يقولون احنا شنو نسوي بهذا الشيء اللي مكتوب في التوراه، زين انت حرفت والمعاجز عندما تراها هي تفسر الصحيح من مما هو في التوراه وتبطل ما هو المحرف فيها. نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا جميعا لدينه ولما فيه الخير والصلاح هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين